السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم حبيت أصور لكم هذا الثور الأوروبي. هذا ثور أوروبي يحمل سلالة جينات الثور الأوروبي الوحشي اللي انقرض من عصر الجليدي. هذا عمره ما ادري كم الف وما اعرف يعني كثير هواي عمره. هذا هاي الابقار تعيش هنا باسكندنافيا باوروبا القارة الاوروبية دول اسكندنافية. وكان هذا الثور بالعصر الجليدي اتكلم بزمن الماموث والنمر ما ادري الاسد السيفي الانياب وغيرهن. كان اكبر من هذا الحجم واعلى بس يعني هذا مو نقي 100%. هذا يحمل جينات الثور اللي اتكلم عنه المنقرض. وانا سامع يريدون يطلعون يعني ياخذون يستخرجون جينات هذا ومختبرات وفد شغلات فيطلعون يعيدون الثور المنقرض الى الحياة. ما زال هاي الابقار هاي الحيوانات تحمل جيناته. ابقار بالاصل برية غير صالحة يعني ما بها حليب ما تحمل ما مو للحليب يعني ما تشيل حليب هواي. العجل اول ما يطلع لونه احمر ذاك النايم صغير بس بعدين من يكبر يطلع اللون الاسود يصير هذا اللون العجل الاحمر صغير. بعدين يصير بعمر هذا يتغير اللون مالته تدريجيا. اللون هذا الاسود وهذا اللون البني يعني هي يعني الالوان ما بهن ابيض واعتقد هذا هم طفره نادره جاي هيك لون. هو بالاصل هذا اللون مالته هذا شوفه شني شايل قرون عبالك سيوف. اذا هسه الزم القرون مالته لان هذا سلاحه يدافع عنه. اذا لزمت القرون مالته يشعر بالتهديد والخطر يعتبرنا انا عدو له وجاي أذي. اي حيوان لا تلمسه من مكان اللي يعتبر سلاحه يدافع بيه عن نفسه. هسه اذا لزمته من قرونه يعتبر انا جاي اخذ سلاحه من عنده. اذا اردت تودد له وتقرب من عنده ممكن بيت شغلات هيك بس القرن اي شيء جاموس ابقار اي شيء اذا تريد تكسب ثقته لا تتقرب للقرون مالته وتلزمه من عندهن. هذا ثور وهذا ثور. شوف البقره شلون تجي رشيقه وحلوه. شوف 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 القرون مالتها شلون عبالك ستيرن مال بايسكيل مال دراجة. شوف هذاك الثاني ثور أغلبية ثيران. هسه ذيك بقرة هذاك ثور قدامه بقرة هذا الكبير ثور اللي صغير بصفة ثور. ذوليك الاثنين بقرات هاي بقرة وذول اثنين ثيران وذاك الصغير ما اعرف. بس يتخيل لي اللي اللحم مالهم طيب. هاي بوسة للكاميرا من هذا الثور الجميل. وين هو غير سد الشاشة انا مقرب الصورة اني هذه نصور عينه. طق التليفون قرنه خراب عرضك ظنيته بعيد قرنه يلوحني.
هو هذا الحيوان بالأصل بري، فما زال بري يبقى جيناته برية، يعني لو ما تستأنسه يبقى سوى، ما يحب واحد يتقرب لو يلمسه شيء. يحمل جينات البري هم، ها مو البري الأصلي. البري الأصلي ذاك يقولون أعتقد ارتفاعه مترين وطوله ما أعرف إيش قد، بي هواي مواصفات الثور الأوروبي الوحشي، الثور الوحشي الأوروبي اللي يريد يعرف عنه خليه يدخل على الجوجل أو على اليوتيوب ويكتب وراح يطلع له. حيوان منقرض، انقرض بسبب الصيد بذاك الزمن بالزمن الجليدي على من اجل اللحم مالته والجلد مالته، يسوونه فراء وشغلات وجلود ويستفادون من عنده. فهم يقولون ما زال عندنا هاي النوعية اللي هي شبه نفسها بس شوية اصغر، لان هي تحمل جيناته، فراح يعيدون مختبرات وشغلات يعيدون الثور القديم المنقرض. وإلى هنا أنهي حلقتي لهذا اليوم، تقبلوها من عندي. اللي عجب الفيديو يدوس لايك ويشترك، لأن صار له تقريبا من 2000 وما أعرف 3 سنين، صار له 4 سنين بهاي القناة، لحد الآن 400 مشترك. هاي هنا الغرف، هاي مال السياحة، يجي واحد ناس سياحة شي يسكنون بهاي هيك مثل الغرف. هي هنا هذا المكان كله سياحي، هي جزيرة، جزيرة صغيرة بالدنمارك، جزيرة كلش حلوة، جزيرة بنص البحر. وإلى هنا أنهي حلقتي إلى هذا اليوم، في أمان الله.